أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فلدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نفعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين،
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. صدق الله العظيم. الله أكبر. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
radio u Mihanić, rođen 31. oktobra 2001. godine u Tuzli, polagao je HIRS u periodu od 11. augusta do 25. augusta 2021. godine, učeći dnevno po dva džuza iz Kur'ana. Kandidat je uspješno proučio cijeli Kur'an na pamet i time stekao časno zvanje Hafizu Kur'anu Kerim. U ime komisije, čestitam. Želim da istaknem jednu stvar. Imali smo zadnje vrijeme, zadnjih godinu i pol dvije, izuzetnih kandidata koji su sa velikom lahkoćom, lijepo, pravilno učili, bilo ih nevina slušati. I to malo kad čovjek pomisli da ne može biti bolji, dođe i Fadr. Uzme tespi, stavi kapicu na glavu, onako baš je poseban, jedinstven, i prouči bez imalo teškoće, sa lahkoćom, 30-35 minuta on prouči dva džuza. I tako od prvog do zadnjeg dana. Evo je Hafiz Popara ga je baš pohvalio, istaknuo da ga je bilo milina slušati. Uživanje bilo slušati ga. Tako kako učio prvi džuz, tako je proučio ovaj današnji sure, 30. džuz, kompletan. Zaista izuzetan Hafiz, što bi rekli, prije se govorilo Hafiz Kavi, snažni, jaki Hafiz koji ima izuzetan hifz. Zato mu prije svega čestitam, ne samo da je postao Hafiz, on je izuzetan Hafiz. Čestitam njegovom Hafizu, profesoru Neđadu Garhaboviću, čestitam svakako i roditeljima, porodici, prijateljima, svi koji ste danas došli. Čestitam Behan Begovi Medresi, evo direktor je sa nama, a koliko sam čuo od Fadila da i već iz njegove generacije koja je tek sad završila Medresu, 10 Hafiza tako ima. To je zaista nevjerovatan uspjeh i za Medresu, i za profesora Medresa, za direktora Medrese. Jednoj generaciji 10 Hafiza tek će završila Medresu, ali najbolje znam možda i za koju godinu bude još koji je Hafiz, pa ta generacija zaista bude posebna. Hafiz Fadil je učinio prije svega za sebe dobro, učinio je svakako i za našu zemlju, ali učinio je veliko dobročinstvo svojim roditeljima. Znamo hadisa Allahov poslanika koji govori o vrijednosti hirsa i o vrijednosti Hafiza i njegovih roditelja koji će biti, što kaže, ogrnuti posebno ugrtači na sudnji dan. Tako da on činio svojim hirsom i zaista veliko dobročinstvo svojim roditeljima. Ja molim vam Allaha dželešanuhu da Kur'an bude vodič našim Hafizu Fadilu kroz njegov život, da ga čuva kao što će on njega čuvati ponavljajući učeći Kur'an. Da bude inšallah njegov šefađi onako kako je rečeno i obećano u hadisu Allahov poslanika će Kur'an činiti šefaat za one koji su učili ga, koji su ga naučili, koji su se družili sa njim, odnosno koji su živjeli po Kur'anu. Da mu Kur'an bude šefađi na sudnjem danu i da ga inšallah uvede u najviše, što bi rekli, dženetske, da postigne najveće dženetske deređe zahvaljujući svom hirsu Kur'ana. Svakako još jednom da vas Allah šanu nagradi što ste u velikom broju došli, uveličali ovaj današnji dan. Svako dobro. Alam barek Allah. Alam barek Allah. Hvala vam. Tebi, roditeljima, muhafizu, televiziju, svima. Alam barek Allah. Alam barek Allah. Dunjaluk mirno spava, on harfove srcem budi, kakva li ga sreća čeka, kad bi samo znali ljudi. Prema kibli se okreno, pa listove otvorio, Mekan mi je da slavu ja, on se ne bi zastidio. Mekan mi je da slavu ja, on se ne bi zastidio. Hej Hafizi, hej Kur'ana, med vam teče sa usana, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce liječi, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce liječi. Thank you.
dan u sudnjem on će imat krunu koja sija najbližima od svog roda. Hafiz bit će šefađija u refa'u ehlil dženne. Hafiz i azim u šana, a stepeni njihovi su baš visoki kod Rahmana. A stepeni njihovi su baš visoki kod Rahmana. Ej Hafizi, hej Kur'ana, med vam teče sa usana, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce liječi, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce liječi. Džibrila do Mustafe, od ashaba tabina, ajete u srcu nose sa daljina, od davnina, od Mežida do Tekija, od medresa do džamija, umet brižno Kur'an čuva, Hafiz da sam Bog doija. Umet brižno Kur'an čuva, Hafiz da sam Bog doija. Ej Hafizi, hej Kur'ana, med vam teče sa usana, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce liječi, čuvali ste Božje riječi, koja bolno srce liječi. Canım Türkiye ve canım Türk halkımızı çok seviyoruz. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı çok hoş geldin. Tüm Türk halkı hoş geldin. İkinci memleketimiz Türkiye. Hoş geldiniz. Sağ olun. 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 S